الوسطاء او بلغتنا القشاره يسيطروا على 95% من السوق، وهم اللي يتسببوا في غلاء الاسعار 5 مرات اكثر من السوم العادي، يعني في واسانك الفلاح خيره ماشي لغيره والمواطن ضحيه. شوف نهاركم زين ساعه وان شاء الله عيدكم مبروك. المعادله صعبه هذه، حكايه القشار دجاج قبل ولا العظم قبل. احنا اللي نلاحظوه هو انه غياب المراقبه في اي ميدان، في الخضره، في اللحم، في الدجاج، في الـ في في في, في هو حتى السولد مترفك. وقت اللي الرزق السايب يعلم السرقه. هنا ما نلوموش على الخضار فقط، لان الخضار في بعض الحالات يكون مضطر باش يشري باش يلم قوت اولاده، لكن المضاربين والكناطريه والناس اللي متخافش ربي بكلهم يتلاقاو على شكون، على المواطن الضعيف. انا نوجه اللوم نتاعي الى سلطه الاشراف اللي كان من المفروض، وانها احنا قبل رمضان نسمعوا انه فما تخزين وفما وفما وفما، مع التخزين وتوفير السلع الاستراتيجيه يلزم توفير الرقابه الدائمه التي تكون عاده هي المحرار اللي المواطن يراه وكيف يراه يقتنع. احنا نراو كي ندخلوا تو للمارشي لهنا ونلقاهم الاغلب يساحق بلاشتيكي نتاع البيع، باش انا ما نقعدش نسال علاش ما فماش رقابه. اثنين توا فما شكون قال الفريز ب 4000، انا نقول لك الفريز ب 4000 ما يخلصش الفلاح، لان الفلاح يتكبد في مصاريف رهيبه، كل حاجه تغلى، المواطن يعيط، الفلاح ياكل فيها العصا. البطاطا تو البطاطا كي نجيو نرجعوا للبطاطا، احنا اللي هي تو بدينار وب 800 فرنك البطاطا تتباع، الزريعه نتاعها انا كونيسور، الزريعه نتاعها تباعت ب 2800 الطرناطا، يعني الكيلو ب 2800. قداش باش يتكلف في 2800؟ مازال في الشكاره نتاعو ما تحطش في الارض، يتكلف ب 3500 كيلو. كيلو قداش باش يعطي من كيلو؟ التوناج قداش باش يعطي؟ نجم كيما يعطيك باش تخلص قد قد، ومن بعد يطيح السوم، الفلاح يكون خاسره. شكون رابح في الحكايه؟ الناس اللي توا باش تشتري البطاطا رخيصه من عند الفلاح يبيع فيها بالخساره وتخزنها ومن بعد تبيعها ب 15%. هذا المعادله اللي يلزم الحاكم يفيق بها، والمعادله علاش الحاكم ما يقبلش البطاطا وقت اللي ترخص على الفلاح كيما يقبل القمح والشعير؟ لان ما نتحدثوا على الاستراتيجيه نتاع الاكل نتاع المواطن، البطاطا استراتيجيه، الخضره استراتيجيه، الغله استراتيجيه، القمح والشعير استراتيجيه، السميد استراتيجيه. وينو السميد؟ الغنيه اللي حكاونا على السميد، السميد ما فماش خويا. حاب تقول اللي مسالك التوزيع خارجه عن نطاق الدوله. مسائل الدوله سامحني في الكلمه، الدولة ضعيفة برشا. ومن الثورة لهنا المواطن ياكل في العصا والدولة تفرج. كل رئيس حكومة يجينا يكذب علينا، يكذب علينا مباشرة أمام الملأ. يقولوا لنا فما 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 ومن بعد ما تلقى حتى شيء. الكذب هذا نتاع الحكومة. الكذب حتى لوين مش يتمادى؟ معناها يكذبوا علينا في الانتخابات، يكذبوا علينا قبل رمضان، يكذبوا علينا بعد رمضان، يكذبوا علينا في العيد، يكذبوا علينا كي تغلى الخضره، يكذبوا علينا كي تبلى الغله. وينو مجلس نواب الشعب اللي يلزموا يحرك الحكومه؟ اخي مش مجلس النواب الشعب هو السلطه التنفيذيه التشريعيه. السلطه التشريعيه هي اللي تعطي الاوامر للسلطه التنفيذيه باش تقوم بالواجب نتاعها. الواجب نتاعها احنا نراو توا في الجامعه خاصه نتاع العيد هنا حمص وزبيب، ما فما حتى واحد باش تقول هذا رقابه، ولا نمشي له نشكي يا سيدي التليفونات برا اطلب من الصباح ما يهز عليك حتى حد. ما هو قال له عندنا 80 10 19 19 ولا 22 22، وينه؟ تطلب ما تلقاهاش. هنا هل ترى احنا وين ماشيين؟ المواطن قفت المواطن مع غلاء الاسعار بطبيعته، التضخم المالي اللي عندنا في البلاد تضخم رهيب اللي يخلي الاسعار بطبيعتها تطلع، مع معناها التوقف الزيادات في 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 في, في, في الشهري نتاع الموظفين. الموظف المتوسط اللي كان عايش ينجم يعيش، الموظف ما عادش عايش تو. معناها يعني الطبقه الوسطى تهريت، الطبقه الوسطى اللي هي تاكل واللي هي تصرف واللي هي تشري واللي هي تحرك الدوله الاقتصاديه تضرت. شكون بقاو 10 من الناس خويا؟ 10 من الناس عندهم الفلوس باش ياكلوا، و10 من الناس يدوروا في الدولاب ياكلوا في الفلوس الزوا ولا ذوما. ويني الدوله التونسيه للمواطن التونسي؟